وللمزيد حول اتهام أنصار ميليشيا حزب الله في لبنان للعلامة علي الأمين بالاجتماع بمسؤولين من الكيان الصهيوني في البحرين وتداعيات ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. أهلا بك معنا سيد علي. تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد علي. بداية، ما الذي يزعج حزب الله من مواقف العلامة علي الأمين فحرك عناصره للتقدم بهذا الشكوى ضده؟ يعني كما تعلم، يعني العلامة السيد علي الأمين هو من الشخصيات الدينية يعني المجتهدة، وهو عالم يعني معروف، ومن أيضا من الشخصيات التي لها امتداد وطني وامتداد عربي وامتداد إسلامي، ولها حضور في أكثر من موقع ديني، وهو ينتمي إلى عديد من المؤسسات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية والمسيحية، وهو ناشط. إلى جانب ذلك، هو أهميته كمان أهمية المعنى السياسي، ويعني يعبر عن اختلافه عن حزب الله ويعبر عن رأيه. هو هذا في مفترض في المدرسة الشيعية أن يكون هناك اجتهاد، والاجتهاد هناك تعدد في الآراء. فإذا كان نظرة يعني وأصل موقفه من ولاية الفقيه وموقفه الشرعي والاعتقاد بأنها يعني هذه يعني محل لا يمكن أن تكون مفيدة أو تكون لرسالة دينية ولرسالة التشيع، هذا المعنى. وإلى جانب مواقفه السياسية فيما يتصل بدور حزب الله على المستوى اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بدوره الأمني والعسكري ومصادرة الحياة السياسية والاجتماعية في لبنان، هو يعبر بشكل طبيعي وبشكل سلمي وبشكل ومن دون أن يكون من الشخصيات التي الحادة والعنيفة. لكن بحد ذاته هذا الاختلاف، أن يأتي من موقع مرجعي بهذا الحجم الإسلامي والديني، هذا يضر حزب الله، وبالتالي يعمل بكل الوسائل على تهشيم مثل هذا الموقع وتهريشه، وصولا إلى اتهامه باتهامات لا أساس لها من الصحة. ولكن بطبيعة الحال هو يريد أن يفقد هذه الشخصية دورها وتأثيرها في المجتمع اللبناني، ويريد أن يوجه رسالة لكل المعترضين في البيئة الشيعية أنه حتى قام يعني بحجم قامة العلامة السيد علي الأمين يمكن أن نستهدفها ويمكن أن ننال منها، فما بالك بشخصيات ربما تكون أقل من يعني السيد علي الأمين على المستوى العلمي أو الديني أو ما إلى ذلك. هي رسالة تريد أن تستهدف السيد علي الأمين ودوره، وأيضا تريد أن تحذر في داخل البيئة الشيعية أي صوت مختلف عن حزب الله وعن إيران بأنه سينال ما يناله. والأسوأ ما هو أن يعتمد المؤسسات اللبنانية والقضاء اللبناني من أجل النيل من هذه القامات مثل قامة السيد علي الأمين. ويجب الإشارة للمشاهدين والمستمعين أنه أساس الدعوة فارغ، لا ليس له أساس، وبالتالي أي قانوني وأي المحامين والأشخاص يقولون أن على القضاء أن يرد هذه الدعوة لأنه لا أساس لها. يعني أن يفتح السيد علي مثلا على سبيل المثال بأنه يقوم بتحريض السم الشيعي، طيب سيد علي من أكثر الأشخاص المحترمين، على أو أنه شارك في مؤتمر لحوار الأديان في البحرين كان في حكام إسرائيلي، لكن هذا وهو أصدر بيان في حينها السيد علي الأمين وقال أنه لم يكن يعلم بوجوده، علما أنه كان موجود السفير اللبناني وأحد المطارين اللبنانيين ومؤسسة مخزومي، لأن الدعوة أقيمت على السيد علي الأمين ولم يحاسب السفير اللبناني. إذا كان هذا تجاوز وخطأ أو ما إلى ذلك، فليس لها، هي محاولة تهديد وتحريض. طيب سيد علي، إلى أي حد نعم سيد علي، إلى أي حد يعني أصبحت مواقف العلامة الأمين وغيره من الشخصيات الوطنية اللبنانية انعكاسا لمزاج الغالبية من الرأي العام في لبنان ضد نهج حزب الله والهيمنة الإيرانية؟ يعني لا شك أنه هذه المواقف تتصاعد، وهذا يعني تتصاعد والحقائق تتكشف. يعني ما وصل إليه لبنان في زمن حزب الله يعني كفيل وحده للقول أنه أكثر مرحلة فيها فساد، أكثر مرحلة فيها ضربت مؤسسات الدولة، أكثر مرحلة ضربت الحريات، أكثر مرحلة تم يعني هجرة واسعة من اللبنانيين.
كل هذا النتاج الذي مثلته تجربة حزب الله والتجربة الإيرانية في لبنان أدت إلى الخراب، هذا يكتشفه اليوم كل اللبنانيين حتى المؤيدين لحزب الله، وبالتالي الأصوات التي ترتفع وتعترض بدأت تزداد وتتنامى وهي تقلق حزب الله، لذلك هو لم يعد لديه إلا وسيلة التخويف والترهيب، يعني لا يستطيع أن يقنع الناس بشيء إلا باعتماده لغة القوة ولغة التهديد ولغة التحريض ولغة يعني استخدام المؤسسات اللبنانية يعني مثل القضاء ومثل المؤسسات الأمنية، كل هذه الوسائل، فهو ليس لديه إلا القوة ولكن سيد علي العسكرية والأمنية. ولكن سيد علي، يعني هل يعتقد بالفعل حزب الله أنه بهذه الحملة وغيرها سيسكت الأصوات الوطنية في لبنان المتصاعدة والمعارضة له ولإيران؟ يعني بتقديري هو ليس في هذا، إذا كان هناك من عاقل يفكر ليس، لكن هو ليس لديه خيارات اليوم، يعني هو حزب مسلح وحزب أمني وحزب عسكري ويعتمد بعض الشعارات والبروباغندا، لكن اليوم هو ليس قادرا أن يواجه الأسئلة الاقتصادية والأسئلة الإصلاح والأسئلة التنمية، إذا كانت النية حسنة لديه وليس لديه خبرة في كل هذا العالم، هو ضرب كل هذا الاقتصاد وكل السياسات التنموية وضرب مؤسسات الدولة وكل ذلك، واليوم أمام خراب وليس من خبرته ولا من مجال اهتمامه بناء دول وترميم دول وترميم المؤسسات الدولية، ولذلك هو في مأزق اليوم، خياراته ليس لديه خيار إلا استخدام القوة، وسنشهد برأيي في المرحلة المقبلة مظاهر من هذه القوة ستأخذ أشكال مختلفة، قد لا تبدو ظاهرة بشكل أنها صادرة من حزب الله مباشرة، لكن أعتقد أنه نحن مقبلين على مرحلة صعبة أمنيا على المستوى اللبناني. نعم، إذن عبر الهاتف كنت ضيفنا من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين، شكرا جزيلا لك.